كتبان لا سلام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدر. سلام. قف. استأذن جلالتكم من صراف حرس شرف سيد. حرس إلى الداخل دور. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الاحتفال الذي يقام بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في البلاد، فدمت يا سيدي بالصحة والعافية ودامت البحرين بخير وأمان. نبدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نشارككم اليوم احتفالاتنا الوطنية المجيدة بمناسبة ذكرى قيام الدولة البحرينية العريقة
ككيان عربي إسلامي مستقل في عهد المؤسس أحمد الفاتح قبل حوالي 230 عام، والذكرى 16 لتولينا مقاليد حكم البلاد، وأنها لمناسبة طيبة نستذكر فيها المسيرة العطرة والإنجازات الرائدة لأجدادنا وأبائنا الكرام رحمهم الله، وأن نعرب عن تقديرنا للمواقف الوطنية النبيلة لشعب البحرين الوفي على امتداد تاريخ البلاد المعاصر، التي مكنت البحرين من تخطي الكثير من الصعاب لتحظى بمكانة تليق بمستوى ما بذل من تضحيات وإسهامات، ولتستمر نهضتنا الشاملة بخطى ثابتة نحو وجهة الإصلاح والتحديث كما تمنينا لها. ونود التأكيد ونحن نحتفي بأعيادنا المجيدة على ضرورة تكاتف الجميع لحماية مكتسباتنا وإنجازاتنا والاعتزاز بما تحققه الجهود الوطنية التي تتنافس في مستويات أدائها مع المستويات العالمية، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار الظروف الاستثنائية للأوضاع الاقتصادية والأمنية في العديد من دول العالم التي اجتهدت البحرين ولا تزال على أن تكون بمنأى عن تأثيراتها السلبية من خلال اتخاذ كافة الاحترازات والاحتياطات اللازمة دون إخلال بسياستنا التنموية المستدامة الهادفة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وبما يحمي وينمي بيئتنا، داعين الله عز وجل في الذكرى الأولى ليوم الشهيد الذي يصادف يوم الغد أن يرحم من أكرمهم بالشهادة في سبيل وطنهم منذ التأسيس الأول إلى يومنا هذا، وأن يدخلهم فسيح جنانه فرحين بما أتاهم الله من فضله، لنجد سلواننا في تلك الهمم العالية لمن جند نفسه دون تردد تلبية لنداء الواجب مهما كانت التضحيات. الأخوة والأخوات، إن المساهمات القيمة والمتتالية لرجالات ونساء البحرين تستدعي وبكل فخر الاحتفاء بها وإبرازها بالشكل الذي يستحق، إذ تمثل هذه المساهمات ثروة لا تقدر بثمن ونبراسا للأجيال القادمة تلهمهم وتشجعهم على مواصلة درب البناء والعطاء. ونحن إذ نحرص جريا على عادتنا السنوية بتكريم كل مجد ومتفان في خدمة الوطن، فإنه يطيب لنا أن نشيد بهم في عيد الوطن، وأن نشد على أيديهم تقديراً واعتزازاً، لنقدم من خلالهم نموذج الخبرة والكفاءة البحرينية التي لم يتأخر عطائها يوماً منذ انطلاقة هذا الكيان المبارك. فلهم التهنئة والشكر لجعل نهضة البحرين قايتهم المنشودة، مكررين اعتزازنا بكل عطاء مخلص وأداء متميز يأخذ بالوطن الغالي نحو القد المشرق
والمستقبل الأجمل بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوزيع الأوسمة التقديرية على رواد العمل الوطني. سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار صاحب الجلالة للإعلام وسام البحرين. سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسام البحرين. سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب وسام البحرين. سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وسام البحرين. معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وسام البحرين. السيد عبد الله حسن البعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني تولى العديد من المناصب القضائية وعضوية المجلس الأعلى للقضاء، ساهم في صياغة العديد من التعديلات الدستورية والتشريعية وسام الكفاءة. السيد إبراهيم بن مسلم السعود وكيل الشؤون العامة وسام الكفاءة. السيد طارق بن خليف المهيزع وكيل الديوان الملكي للشؤون المالية والمساندة وسام الكفاءة. السيد صلاح بن عبد الرحمن المحمود وكيل المراسم الملكية وسام الكفاءة. السيد جهاد دعيج الرويعي وكيل شؤون المتابعة المالية بالديوان الملكي وسام الكفاءة. السيد نادر خليل المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، الرئيس التنفيذي لشركة بيتك للاستثمارات الصناعية
التي تعمل في المجال الصناعي والخدمي والمشاريع في المنطقة، وسام الكفاءة الدكتورة بهية جواد الجشي، رئيسة البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى مملكة بلجيكا، عضو المجلس الأعلى للمرأة سابقاً، عضو مجلس الشورى سابقاً، مستشار بديوان صاحب السمو رئيس الوزراء من 2002 ل2004، عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد العمل الوطني لمملكة البحرين، وسام الكفاءة اللواء ناجي فهد الهاشل، نائب رئيس الأمن العام، وسام الكفاءة اللواء محمد راشد بوحمود، الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وسام الكفاءة العميد عبد الله راشد مندي التميمي، مديرية الأشغال العسكرية، وسام الكفاءة العقيد الركن عيسى فارس القطامي، كتيبة المشاة الآلية الملكية 21، وسام الكفاءة المقدم ركن عيسى عيد الكبيسي، مساعد قائد كتيبة الحرس الوطني الأولى، وسام الكفاءة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، مدير عام التخطيط العمراني، قام بتطوير المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين لاحتياجات المملكة حتى عام 2030، وسام الكفاءة المستشار عبد العزيز راشد البن علي، مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عمل بالمجلس التأسيسي ممثلاً عن مدينة عيسى، وزاول مهنة المحاماة من 72 إلى 82 ميلادية، وسام الكفاءة السيد محمد إبراهيم الشروقي، الرئيس التنفيذي لبنك إنفسكوب، تقلد العديد من المناصب التنفيذية العليا لعدد من البنوك، عمل على تطوير الأدوات المصرفية والإسلامية، وسام الكفاءة الدكتور أحمد علي الشريان، الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وفي علم الاجتماع، عضو فعال في العديد من الجمعيات، وسام الكفاءة الدكتور عبد الرحمن عبد الحسين جواهري، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة، عضو فعال في العديد من المؤسسات والجمعيات، وسام الكفاءة السيد جاسم أحمد الجودر، شغل وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة درة خليج البحرين سابقاً، حاصل على شهادة الماجستير، عضو مجلس إدارة العديد من الشركات العاملة في التطوير العقاري، وسام الكفاءة السيد محمود أحمد عبد الرحمن محمد، الرئيس التنفيذي لشركة درة خليج البحرين، حاصل على شهادة الماجستير وعضو جمعية المهندسين البحرينية، وسام الكفاءة السيدة صباح خليل المؤيد، الرئيس التنفيذي لشركة إنتك ريسورس مانجمنت، استشارية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص،
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في بنك الإبداع عام 2014، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان سابقاً وسام الكفاءة، الدكتور فيصل إبراهيم الزياني، السفير بالديوان العام بوزارة الخارجية، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وفي الأدب الاجتماعي والسياسي، تولى العديد من المهام بديوان عام الوزارة. وسام الكفاءة. الدكتور ظافر أحمد العمران، الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية، حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة التنمية الاقتصادية، عضو فعال في العديد من الهيئات. وسام الكفاءة. السيد علي يوسف فردان، خبير في مجال الصيرفة الإسلامية، أسس فرع بنك البحرين والكويت الوطني في عام 1990، عضو مجلس للإدارة، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بمملكة البحرين. وسام الكفاءة. الآنسة رنا إبراهيم فقيهي، الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية، عملت على وضع الخطوط العامة للسياسات المالية الحكومية الخاصة بتنمية إيرادات الدولة. وسام الكفاءة. المهندس علي نعمة الله علي عبد الرحيم النعمة، مدير إدارة توزيع الكهرباء، ساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الرئيسية وبالدراسة والإشراف على إعداد التصاميم الكهربائية اللازمة لتزويدها في جميع محافظات المنطقة. وسام الكفاءة. الدكتور خالد إسماعيل العلوي، الوكيل المساعد للخدمات والأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم. وسام الكفاءة. الأستاذة لطيفة عيسى البنوضة، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم. وسام الكفاءة. المستشار عبد الله ماجد حبيب الشيخ، مستشار ورئيس مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عضو اللجنة العليا الإشرافية لمتابعة تعهدات والتزامات المملكة في تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان. وسام الكفاءة. المهندسة هدى عبد الله فخرو، الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، من الرائدات الأوائل في مجال هندسة تخطيط وإنشاء الطرق، وعملت على تطوير الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق العامة في المملكة. وسام الكفاءة. المهندسة منى جاسم المطوع، وكيل الوزارة المساعد لمشاريع البناء والصيانة، أشرفت على العديد من المشروعات للمباني الحكومية بالإضافة إلى طابع العمارة البحرينية في التصاميم المعمارية وتقنية المباني الخضراء للمنشآت. وسام الكفاءة. المهندس عبد النبي عبد الله الصباح، مستشار الشؤون الهندسية بمكتب سعادة وزير البلديات، ساهم في التخطيط الهندسية والتخطيط المسبق للمشروعات والمقترحات البلدية. وسام الكفاءة. المهندس سامي عبد الله بوهزاع، الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية، حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة، تدرج في العديد من المناصب الإدارية. وسام الكفاءة. المهندسة مريم أحمد جمعان،
وكيل وزارة المواصلات والاتصال للنقل البري والبريد، حاصلة على شهادة الماجستير، وعملت كخبيرة في قطاع الهندسة الكهربائية، وشغلت كذلك مناصب مدير أول المشروعات في مجلس التنمية الاقتصادية وسام الكفاءة. السيدة فوزية صالح شهاب، مدير إدارة التأمين والمعلومات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عضو في جمعية رعاية الطفولة والأمومة، ولها العديد من المشاركات في المجتمع المدني. وسام الكفاءة. السيد راشد محمد نور المدني، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أشرف على تأسيس البنية التحتية لنظم المعلومات بالوزارة. وسام الكفاءة. السيد محمد عبد الرحيم عبد الله، مدير إدارة الخدمات بوزارة الصحة، شارك في العديد من ورش العمل التي من بينها ورشة عمل الكوارث الوهمية في كيفية التعامل مع الكوارث والإصابات البليغة. وسام الكفاءة. الدكتور علي أحمد البقارة، استشاري طب عائلة بمركز سترة الصحي، رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج والعمرة في وزارة الصحة، عمل على رفع مستوى الوعي الصحي للحجاج والتحصين الوقائي لهم. وسام الكفاءة. السيد نبيل طه حسين آل شهاب، مدير مركز التدريب والتطوير باللجنة الأولمبية البحرينية، تقلد العديد من المناصب الفنية في مجال لعبة كرة اليد، حصل على دراسات عليا في التربية البدنية وعلم النفس الرياضي، له تاريخ رياضي عريق في مجال التدريب. وسام الكفاءة. السيدة وفاء إبراهيم العمادي، مدير إدارة المواد البشرية والمالية، وهي إحدى رائدات العمل الشبابي، ومثلت مملكة البحرين في برنامج Youth Leader Invitation Program 21 Century. وسام الكفاءة. الآنسة فجر طلال مفيز، كابتن طيار، من أوائل مهندسات الطيران في مملكة البحرين، مؤسس ومشرف مشروع بيتك بيتنا. وسام الكفاءة. السيد بسام محمد الذوادي، القائم بأعمال مدير إدارة الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون، تدرج في العديد من المناصب، وله خبرة تقارب 35 سنة في مجال الإعلام والإخراج. وسام الكفاءة. الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الفريق الملكي للقدرة فئة الشباب، لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب بجمهورية تشيلي. وسام الكفاءة. الفارس فهد هلال الخاطري، لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب الفئة الفردية بجمهورية تشيلي في شهر أكتوبر عام 2015. وسام الكفاءة. الفارس سالم مبارك سبت، الفريق الملكي للقدرة فئة الشباب، لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب بجمهورية تشيلي. وسام الكفاءة. الفارسة دان علي البنغدير، الفريق الملكي للقدرة فئة الشباب، لحصولها على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب بجمهورية تشيلي. وسام الكفاءة.
الفارس محمد هلال الخاطري الفريق الملكي للقدرة فئة الشباب لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم لسباقات القدرة للشباب بجمهورية تشيلي. وسام الكفاءة. الوكيل الأول عيسى إبراهيم حمادة الحرس الملكي وسام الكفاءة. الوكيل أول وليد محمد عبد الله كتيبة المشاة الآلية الملكية رقم 6 وسام الكفاءة. وكيل أول حسين علي جبر الدوسري الحرس الوطني وسام الكفاءة. شكراً لكم يا صاحب الجلالة. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، كلمة المكرمين يلقيها نيابة عنهم السيد محمود أحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب السمو والمعالي، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المجيد، يوم ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالتكم على عرش هذا الوطن العزيز، يبدو الزمن سخياً وكريماً في نفوس نفر من أبناء مملكة البحرين الغالية، وهم يتشرفون بالوقوف أمام جلالتكم ويستعدون للحظة تمنحهم الاعتزاز الدائم مدى الحياة. هؤلاء المكرمون نيابة عنهم جميعاً وصالة عن نفسي يشرفوني أن أقول يا صاحب الجلالة الملك بأننا فخورون بأن أتاح لنا الزمن لحظة نقف فيها بين يدي جلالتكم، نصافح جلالتكم ويغمرنا الشعور بشرف تقديركم لنا. إنهم جميعاً يا مولاي يعتزون بتقدير جلالتكم لهم، وهم إذ ينظرون إلى مقامكم السامي ليؤكدون جميعهم أن هذه اللحظة جزاؤها الإخلاص والوفاء لجلالتكم ولقيادتكم. لقد امتلأت قلوبهم بحبكم كما امتلأت قلوب أبناء شعبكم الوفي، وأنتم القائد الفذ الذي يسهر على مصلحة هذا الوطن في كل ظروف. إنكم يا جلالة الملك القائد التاريخي الذي يصون مصالح مملكة البحرين والأمة العربية ويمنح هذا الوطن ما يمكنه من اجتياز التحديات إلى المستقبل الواعد الجميل. صاحب الجلالة، إننا يا سيدي إذ نقف اليوم أمام جلالتكم نمثل نموذجاً من شعبنا الطيب الذين تقدرونهم حق تقديرهم، وهم يمثلون الولاء والوفاء لقيادتكم ولمستقبل الأيام الأجمل التي ستحملونهم إليها عبر التاريخ العزيز. إنكم تعلمون يا صاحب الجلالة بأننا واثقون بالمستقبل الذي تقودوننا إليه بكل شجاعة وإباء، وأنكم علمتم العالم بأن الشعب الذي يتربى على يديكم وأنتم القائد المؤزر له شعب جدير أن ينال ثقتكم.
شكراً يا صاحب الجلالة، إننا نسأل الله عز وجل أن يديم على جلالتكم الصحة والعافية، وحسبونا من جلالتكم أنكم تقودوننا إلى مدار العلا وإلى مواطن العزة والكرامة. أدام الله عزكم وحماكم ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نقلنا على حضراتكم عبر هذا البث الحي المباشر عبر تلفزيون البحرين وأثير إذاعات مملكة البحرين تشرف سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله برعاية الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من شهر ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى 44 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تسلم جلالة الملك المفدى يده الله مقاليد الحكم في البلاد. هذا الاحتفال الذي أقيم هنا في قصر الصخير العامر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد تم في هذا الحفل الكريم الذي رعاه سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، تم توزيع الأوسمة التقديرية على المكرمين من رواد العمل الوطني في هذا الاحتفال البهيج الذي يعكس فرحة أبناء مملكة البحرين الأوفياء بهذه الاحتفالات الوطنية. وفي هذه اللحظات يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله بتلقي التهاني والتبريكات
من كبار المسؤولين بالمملكة ومن المواطنين الكرام بهذه المناسبة الوطنية التي تعيشها مملكة البحرين، وهي تنعم بالعزة والاستقرار والأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى رعاه الله، حيث استطاعت مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر أن تضع لبنة جديدة من لبنات نهضتها وتقدمها، على الرغم من الصعاب والتحديات التي واجهتها، خاصة تلك الناتجة عن مستجدات الإقليم والعالم. ومملكة البحرين لم ولن تتوانى وهي في مقتبل عام جديد ومرحلة أخرى عن بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق آمال قيادتها الحكيمة وطموحات وتطلعات مواطنيها في حاضر مشرق وغد أكثر رخاء. ما زلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذا البث الحي المباشر من قصر الصخير العامر، حيث يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برعاية هذا الاحتفال الوطني الكبير الذي تشهده مملكة البحرين بمناسبة الاحتفالات الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية. إن حجم التطور الذي شمل كافة القطاعات والمجالات في مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يكشف فعالية بناء نموذج وطني خالص من أجل النمو والتقدم، وقدرة الأجهزة المعنية وبتوجيهات سديدة ملكية من القيادة الحكيمة ووعي وتفهم كامل من جانب الرأي العام على التعامل مع التحديات التي واجهتها البلاد، وحجم المنجزات المحققة على أرض الواقع في مملكة البحرين خلال هذا العام الذي نعيش آخر أيامه، لاسيما على صعيد خطط وبرامج التنمية الشاملة ونهج التحديث السياسي المتواصل وتطوير وتفعيل العلاقات والتحالفات المستمرة مع الدول الشقيقة والصديقة. إن مملكة البحرين في هذه الأيام السعيدة المباركة تعيش في أبهى وأجمل حللها وفي زينتها الوطنية المباركة بهذه الاحتفالات الوطنية السعيدة، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة وبمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين. وها هو سيدي جلالة الملك المفدى يتلقى التهاني والتبريكات من المواطنين الكرام في مشهد أبوي رائع يجمع بين القائد وشعبه وبين الأب وأبنائه. ولا بد أن نشير هنا
إلى عدة تطورات مهمة شهدتها البحرين في إدارة مفاصل البلاد برؤية وحنكة. ويجب الإشارة أيضا لهذا التطور الكبير في الموارد البشرية، في عنصر الإنسان الذي لطالما أكد جلالة الملك المفدى رعاه الله على أهميته في مسيرة العمل الوطني المشترك. إن جلالة الملك المفدى يؤكد على أهمية تضافر الجهود بين أبناء الوطن لرفعة مملكة البحرين في كافة المجالات، فالمواطن البحريني هو أساس التنمية، وهو سبب الازدهار والاستقرار والرخاء، ولا بد من استمرار تفعيل دوره في مسيرة الوطن. وقد تفضل سيدي جلالة الملك المفدى رعاه الله خلال هذا الحفل الوطني الكبير بإلقاء كلمة سامية أكد فيها على العديد من المفاهيم الوطنية الراسخة التي تتماشى مع هذه المناسبة الوطنية السعيدة وهذه الأيام المباركة التي تعيشها مملكة البحرين بكل عزة وقوة ومنعة، على الرغم من الظروف المحيطة بالمنطقة سياسيا واقتصاديا. حيث أكد جلالة الملك المفدى رعاه الله عن تقديره للمواقف الوطنية النبيلة لشعب البحرين الوفي على امتداد تاريخ البلاد المعاصر، منوها جلالة الملك المفدى إلى استمرار النهضة الشاملة بخطى ثابتة نحو وجهة الإصلاح والتحديث. وقد أشار جلالة الملك المفدى خلال الكلمة السامية إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها العديد من دول العالم، خصوصا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكدا أن مملكة البحرين اجتهدت ولا تزال على أن تكون بمنأى عن تأثيراتها السلبية من خلال اتخاذ كافة الاحترازات والاحتياطات اللازمة دون الإخلال بالسياسة التنموية المستدامة والهادفة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي بما يحمي وينمي البيئة. وقد تضرع جلالة الملك المفدى إلى المولى عز وجل في الذكرى الأولى ليوم الشهيد والتي تصادف يوم غد الخميس، أن يرحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا في سبيل وطنهم منذ التأسيس الأول للبحرين وحتى يومنا هذا، وأن يدخلهم فسيح جناته. وقد أشار جلالة الملك المفدى أيضا إلى المساهمات القيمة والمتتالية لرجالات ونساء البحرين، والتي تستدعي وبكل فخر الاحتفاء بها وإبرازها بالشكل الذي تستحق، حيث تمثل هذه المساهمات ثروة لا تقدر بثمن ونبراسا للأجيال القادمة، تلهمهم وتشجعهم على مواصلة درب البناء والعطاء. وكرر جلالة الملك المفدى أيضا اعتزازه بكل عطاء مخلص وأداء متميز يأخذ بالوطن الغالي نحو الغد المشرق والمستقبل الأجمل بإذن الله. وتمنى جلالة الملك المفدى في ختام كلمته السامية
أن تنعم مملكة البحرين بالعزة والازدهار والاستقرار والرخاء. ما زلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذا البث الحي المباشر هنا من قصر الأصخير، حيث تفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتفضل جلالة الملك المفدى فشمل برعايته الكريمة الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من شهر ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي، والذكرى 44 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 16 لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في البلاد. ها هو سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى يغادر موقع الاحتفال في قصر الأصخير. نتمنى لمملكة البحرين كل التوفيق والازدهار والاستقرار والرخاء في ظل قيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة. إلى اللقاء.